هذاك اسمه تعليم حديث، يتجدد شوية قرأها بطريقة جافة، قرأها عن طريق التكنولوجيا. لكن وقت اللي مثلا المعلم يلبس مريول ويبدأ فيها صور مربوطة بالواقع المعزز والتلميذ، يعدي التليفون بتاعه على الكاميرون بتاع المعلم ولا زميله، لازم الكاميرون يكون بتاع زميله، ويشوف الدورة الدموية بعينه عن طريق الهاتف، وصحابه بنات او منتوم يشوفها بروجيكتيه في الحيطة بالداتا شو، خاطر فما طرق ورينام طرق ربط الهاتف هذا هو اللي يسمى التعليم المتجدد. يعني ما نتوقفش اقول لا اني صحيح تعمل فيديو انا صنعت وحدي، لا انه نسكو ابعد من هكا. عملوا المعلمين دي زابليكاسيون كيفاش على المريول، تشوف جهاز التنفسي، تشوف الجهاز الهضمي، تشوف دورة الدم بخلاف بعدة تطبيقات أخرى. عبارة معناها جسم الإنسان دخلتوله من داخل، معناها خلاله من داخل وقاعد، معناها قاعدين تشوفوا فيه ولا تلامذة قاعدين يشوفوا فيه، لكن بطريقة المنعش 3D ولا البروجيكسيون هذا هو هذا هو. والله يعطيكم الصحة، معناها هذه فكرة فكرة مزيانة برشا. ما نعرفش معناها مجموعة من المربين انتوما معناها خممتوا فيها الحكاية وابتكرتوها، ولا جت بمبادرة من شخص معين، ولا كيفاش؟ احنا مجموعة من المعلمين المبتكرين والمتطوعين. يعني في العادة كل مرة نلوجوا على حاجة كما هيك نحاولوا نخلقوا أشياء، وإلا ناخذ إذا في كاستون معناتها مش متوفرين في تونس نحاولوا نوفرهم بطرق سهلة، وإلا دي أبليكاسيون مهمش للتعليم ونحاولوا نطوروهم باش يكونوا للتعليم. باهي مدام ياسمين، نستسمح حكينا ثواني للإشهار ونرجع نواصلوا في تحديثنا حول هالتعليم المتجدد هذايا واللي فيه فرق بينه وبين التعليم الحديث. صبرا اف ام ياسمين تلفان صبرا اف ام. موعد جديد مع صالون الأف. لتكنولوجيا التربية الحديثة ياسمين السكلي، صباح النور من جديد مدام ياسمين. خلينا نرجع ونحكيه معك حول الملتقى. دونك كنا نحكيه احنا جوستمون حول الفرق بين التعليم المتجدد والتعليم الحديث، هالابتكارات هذية اللي قاعدين يعني يقوموا بها مجموعة من المعلمين ويحاولوا يطوروا من خلالها التعليم في تونس. هو التعليم الحديث كل الأساليب والطرق الجديدة بتوظيف التكنولوجيا في التعليم. احنا الآن في كما نقوله في عصر التعليم الحديث، لكن اللي جاي فيما بعد هذاك التعليم المتجدد. يعني احنا عنا حاجات حديثة نحاولوا نجددوا فيها، هذاك هو الفرق. مثلا كنا مثلا قبل نجددوا حتى في طرقنا، احنا مثلا قبل وريناهم كيفاش يعمل مونتاج بالفيديو تاع كما قلت لك تاع دورة الدم، كيفاش يعديها بالداتا شو، توجدناهم اكثر حدثنا فيها وجددنا فيها انه يولي يشوفها تلميذ حضرة مريول نفسه مثلا المعلم. هذه معناها هالابتكارات هذه معناها محاولاتكم قديش فيها، معناها قديش نجم تحسن تعليمنا في تونس، معناها قديش نجم تفيد التلميذ اليوم؟ لانه يمكن برشا يسمعوا فينا يقول والله احنا بون الاجيال اللي فاتت يمكن هو معناها ما كانتش فما متاحه الاساليب هذه، اي بورتون معناها التلامذه كانوا ما شاء الله فما برشا تلامذه متفوقين ومشيوا حتى معناها لابعد الحدود، معناها الاساليب هذه قديش فيها انها تنجم تطور من امكانيات اليوم التلميذ التونسي، قداش فيها زاده من امكانيه انها تخدم التعليم التونسي بصفه عامه؟ معناها
احنا بالافكار هذه تساهم في تطوير الابداع عند التلامذة. كي يلقاو التلامذة حاجتي ان هكا باش يلوج حتى هو على افكار اخرى وباش يرغب اكثر حتى في القرايه، وخاصه كي يقولوا احنا ربيع البرمجه راهو قاعدين نخدموا على دي لوجيسيال منخفضه المستوى ينجمها المعلمين اللي مش متعودين بالبرمجه وموجهه للتعليم الابتدائي، يعني التلامذة ينجموا يبرمجوا حتى هما يقراوا في القسم. إذا وريناهم أبسط شيء تنبت السنة أولى بعد ما يقرأوا الحرف كيفاش تكتب، تكتب بيا مثلا حرف الباء في كذا أبعاد إلى الأعلى على الباطل يدور فور إكزومبل الباطل يعاود كيف معناتها كيف تخرجين هذاك نتاع حرف الباء بروبو بالأسهم التلميذ في الكلاس ينجم بالأسهم مثلا إلى الأمام على اليمين وإلى اليسار فور إكزومبل يبرمج كيفاش الروبو يمشي ويرسم حرف الباء اللي هو معناتها برمجه لغه البرمجه المستعمله ذيك سهله منخفضه المستوى، يعني نجمها التلميذ اللي عمره لنيفو الكل معناها نتاع التعليم. وقلنا لهم هيك بالطريقه هذيك التلميذ هو اللي يحفظوا حرف الباء يحفظوا وديجا يحب يرسموا بالاسهم باش الروبو باش كانه يعلم في الروبو كيفاش يمشي هكا الحرف يرسخ في ذهنه. وعدة طرق خدمنا عليهم خلال هذا الملتقى، مثلا كنا احنا مسابقة المعلم المبدع 4 اللي هي غدوة التكريم كان من المطلوب طلبنا من المعلمين بطبيعة هي مش موجهة لكل معلمين لأنه مش كل معلمين نجموا يخدموا بطرق هذيك. احنا المسابقة هذيك وجهناها فقط للمعلمين اللي ديما يحضروا ويواكبوا ملتقياتنا، لأنه احنا نتنقلوا في الولايات ونتنقلوا بالمجان ونعملنا عدة دورات تقريبا 13 ولاية عملنا لهم مسابقة كيفية إعداد درس كامل احترافي من البداية إلى النهاية بالباوربوينت، لكن مش فقط بالباوربوينت، يلزم المعلم يوظف فيه تقنيات الواقع المعزز هذه اللي نحكي فيها مثلا تاع الروادي أو الكي ار كود اللي وريناهم كيفاش يوظف التعلم عن بعد، يعني يحط فور إكزومبل ديليان دي كلاس خاطر احنا وريناهم برشا دي بلاتفورم قرية عن بعد، يختار بلاتفورم منهم يورينا كيفاش وظفها في التقييم. عند التلميذ يروح للبال مش باش يعطيه ورقه مطبوعه، باش يعطيه التمرين يخدم عن بعد. انا جوستومون هذاك كنت باش نقول لك، معناها هذا يمكن من الحلول اللي تنجم ترتحنا من اكل المطبوعات واكل الكم الهائل من اكل الاوراق المطبوعه هذيك اللي ما نعرفش وليت توا اطبع واعطي للتلميذ يحفظ ويصبك هوا صبه واحده، معناها من غير ما انه يخدم مخه، اللي نقولوا يخدم مخه معناها يخدم الذكاء نتاعو، معناها يستعمل الذكاء نتاعو ذاكرته يفكر تخليه معناها يخمم في حاجات، مش احفظ صب اللي حفظته ووكل مطبوعات الطيش وكهوة. معناه خاصة ولي مقبل حتى أكثر على المراجعة في الدار ولي يحب يتنافس خاصة بسكور بالشرقاء وشقة سكور أصدقاء وشو ولي معناته يرغب حتى في التمارين عن بعض. ومن بين الدروس اللي جاتنا درس قدمته المعلمة فيما بعد ما قدمته المسابقة بتاعنا لتبيع شاورنا، قدمته الجمعية الفرنسية ولا منظمة فرنسية في فرنسا انبهروا بالدرس هذيك كيفاش التقنيات معناتها خذت هذه جايزة قبل ما تاخذها معنا. والله يعطيكم الصحة الحقيقة، معناها برامج ممتازة جدا جدا، احنا ماذا بينا لو كان حاجات كما هذه تتعمم في مدارسنا الكل، معناها كل المعلمين يوليوا معناها تولي فزابل، معناها حاجة كما هذه فيها برشا فايدة للتلامذة، فيها برشا فايدة للتعليم بصفة عامة في تونس، خاطر لازمنا نواكبوا كمان، معناها العبيد قاعدة وتتقدم والدول تتقدم وقاعدة تطور من رواحها وخاصة من نظامها التعليمي، احنا بقينا في نفس الركود في نفس معناها البرامج اللي لازمها تتغير ولازمها تتحسن ولازمها تتطور، وبين سور ما تتطور راه كان معلمين كيفكم. مدام ياسمين شكرا ليك ويعطيك الصحة وإن شاء الله موافقين في كل الملتقيات وهالدورات التكوينية هذه اللي قاعدين تقوموا بها مجانا كما كنت تحكي، معناها دوروا على الولايات الكل تقابلوا في معلمين في مربين قاعدين معناها تدخلوا في حاجات جديدة تحديث التعليم في تونس من خلال هالبرامج من خلال هالتكنولوجيا هذه الحديثة من خلال التجديد اللي هي حاجات مطلوبة توا ولازمها تدخل، ولازمنا الحقيقة نطوروا شوية من تعليمنا كسوة الابتدائي وإلا الثانوي وإلا تعليمنا العالي بمستوياته الكل، معناها وعنا معلمين وعنا مربين أكفاء قادرين باش يقوموا
بالواجب هذية. دونك انت معنا المربية ياسمين السكلي رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، حكينا معها حول ملتقى ربيع البرمجة والتعليم المتجدد اللي بدأ البارح، انطلق على مدى 3 أيام، معناها البارح اليوم وغدوة إن شاء الله يكون يوم الاختتام. في ضيف الماتينال، ضيف الماتينال، ضيف الماتينال.